النهارده عامله لكم طبق من جبنه بالطماطم مختلف. بصوا بقى عندنا ايه، عندنا جبنه فته، ونختار نوع حلو عشان تطلع مظبوطه. عندنا قشطه معلبه، عندنا طماطم شاري لو مش متاحه خلاص نستخدم طماطم عاديه، عندنا كمان بابريكا مدخنه، عندنا زعتر، عندنا فصوص من الثوم. هنجيب كده الطاسه هنحط فيها كميه حلوه من زيت الزيتون، خلاص اهو زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبه يبقى دافي شويه. وهنا هحط الجبنه الفته مع القشطه زي ما انتم شايفين كده، قشطه معلبه، يفضل تبقى قشطه معلبه، انا كايبه كمان قشطه بلدي بس ايه هحط منها حته صغيره. ليه؟ عشان القشطه المعلبه مع الجبنه الفته هتبقى كريمي، القشطه البلدي ممكن ايه تقطع معايا شويه. ابتدي بقى اعملها كده، بصوا انا مش قادره احكي لكم الطعم عامل ازاي، دسمه جدا بس طعمها حلو قوي قوي كمان. طيب هبتدي احط هنا حبه ثوم، هحط بقى الطماطم الشاري، ودقيقتين كده احط ايه الزعتر. طيب الطماطم كده خلاص، بصوا اهي، بصوا بقى كشت ازاي، هو ده اللي انا عايزاه، شفتوا شايفين كشه ازاي، اهو ده. هنعمل ايه بقى هنا؟ اول حاجه احط لها زعتر ناشف واقلب كده، مش محتاجه ملح خالص لان الجبنه الفته ملحها حلو، حتى انا لما دقتها بعد لما حطيت القشطه لا تمام يعني. طيب بعد كده هحط البابريكا المدخنه، بتدي طعم فظيع فظيع بجد، ونقلب كويس جدا. الله على الريحه اللي طلعت، بما ان هنا لقيت ورق نعناع هحط ايه ورقتين من النعناع الطازه كده هنا كده، بس هسيبه دقيقه كمان وابتدي ايه اغرفها.